قبل كده ما أنا كنت شخص بصلي من غير نفس، بدعو من غير نفس، لكن دلوقتي في ضيقي دعوت الرب فعمل إيه؟ فاستجاب لي من جوه من الأعماق. عشان كده عزيزي مرات كتير قوي الله يسمح لنا فترة في عمرنا بالعمق، إنك بيقول كتاب يعني أدخلهم إلى العمق وداهم لمنطقة عميقة جدا. الله ما بيحبش السطحية، مش فارق معاه الشكل اللي من بره، لكن فارق معاه جدا العبادة اللي من جوه. عشان كده القلب مش معناه جزء في جسم الإنسان، معناه كل كيان الداخلي، كل داخلك. والداخل ده مرات وحش جدا، والداخل جوه بره، عارفين المثل بيقولوا الناس من بره بره ايه، كتير قوي خادم في الكنيسة جميل حلو، لكن ده من بره، لكن من جوه في حاجات تانية. عشان كده انا هقرا مع حضراتكم حاجة في وردت في سفر ملوك الاول اصحاح 8، آية مهمة جدا. سليمان دشن البيت اللي بناه، وتبقى فرحة جدا، اكيد تتذكروا اليوم اللي جه عندكم قداسة البابا ودشن الكنيسة، فبيبقى يوم جميل بالذات الناس اللي تعبوا في الكنيسة. فسليمان تعب جدا، بس لما وقف قدام ربنا ما قالوش انا بنيت البيت وانا اللي عملت وسويت. يقول صلال لسليمان عند تدشين البيت، عمل ايه؟ ركع وقعد يصلي، وما صلى قال شوية حاجات، قال اي حد يجيلك بالمواصفات دي لغاية البيت مش بيجي عند سليمان، بيجي عندك. اي حد يدخل البيت وعنده طلبة من فضلك اسمعه. في ملوك الاول الصح 8 عدد 22 يقول: وقف سليمان أمام مذبح الرب تجاه كل جماعة إسرائيل، بسط يديه إلى السماء وقال، قال إيه؟ قعد يصلي صلاة طويلة، أنا أختار شوية حاجات. بيقولوا لتكن عينك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا. أي حد مننا عنده وقت يسمع فيه، أي حد، حتى الناس بتوع اللي سموهم كاستمر سبورت ممكن يسمع لك، وبعدين في مرات تتصل محدش يرد عليك، بالذات اللي منكم جرب انه يتصل بالناس من 4 الفجر ل 5 الفجر والناس نايمه، حتى لو ده يقول لك 24 ساعه. بس قال له خلي عينيك مفتوحه ليل ونهار، خليها مركزه على البيت، اصل ساعات الناس بتتزنق بالليل مش هتيجي غير لعندك.